بسم الله الرحمن الرحيم، أصدقائي المتابعين، أصدقائي المشاهدين، أحبتي الكرام في كل مكان، أينما كنتم وأينما تواجدتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا عبر قنوات أون تايم سبورتس، أحييكم من مدينة الإسكندرية وتحديدا من استاد حرس الحدود بمنطقة المكس، ويسعدني أن أكون معكم للتعليق على أحداث مباراة حرس الحدود مع طلاع الجيش ضمن لقاءات الجولة رقم 27 لمنافسات دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم موسم 2022-2023. لقاء حرس الحدود مع طلاع الجيش، لحظات أحبتي الكرام، والحكم محمود عاشور اللي أمامنا صاحب 46 سنة سيطلق أحداث المباراة. المباراة التي سيدير أحداثها هي رابع لقاءاته هذا الموسم، أدار ثلاث لقاءات محمود عاشور انبي مع طلائع الجيش في الاسبوع 19 في لقاء انتهى بالتعادل بدون اهداف، ثم ادار مباراه في الاسبوع 24 بين المصري البورسعيدي وحرس الحدود وفاز المصري بهدف دون مقابل، ثم ادار لقاء في الاسبوع الماضي في الجوله رقم 26 ما بين بيراميدز والداخليه في لقاء فاز في بيراميدز بهدفين نظيفين. اطلق صفاره البدايه محمود عاشور فريق حرس الحدود اصحاب اللون الأحمر في ملعب اللقاء على يمين حضراتكم هنا باستاد حرس الحدود بمنطقة المكس في محافظة الإسكندرية، بينما بالقمصان البيضاء شرطات السوداء مع الجوارب السوداء يحلى في لهذا اللقاء ضيفا هو فريق طلاع الجيش. فزيكو تمريرة لجهة اليمين عند مؤمن عوض صاحب القميص رقم 40 اللاعب الذي بدأ مع فريق بيلة انطلاقة في جهة اليمين عند مصطفى صبحي اقتراب من منطقة الجزاء، كرة أرضية عالية في الجهة اليسرى من منطقة الجزاء، استلام رائع من مصطفى زيكو، الهدف الأول لفريق حرس الحدود، تمريرة ممتازة من زيكو في اتجاه إيمانويل ديفيد مع الدقيقة السادسة من بداية اللقاء، هز شباك الحارس محمد شعبان، الحارس اللي حافظ على نظافة الشباك في أربع مباريات، شباكه اهتزت الآن بلمسة من إيمانويل ديفيد بكرة حركت الشباك للحارس محمد شعبان اللي سكنت في مرمى أربع أهداف. الهدف الخامس تتلقى الشباك في سادس لقاءاته مع الفريق من كرة زيكو الممتازة الجميلة، امتصاص رائع، البحث عن المكان المفضل حول حمراء في جهة اليمين، مصطفى صبحي من حرس الحدود عرضية داخل منطقة الجزاء، استلام لإسلام جمال، مرور من إسلام، سقوط من تدخل كاماتشو، حكم المباراة قريب محمود عاشور يقول لا شيء، كرة وصلت عند حارس المرمى محمد شعبان، حارس اللي في أول ست دقائق شباكه تهتز بهدف لإيمانويل ديفيد، في ثلاث لقاءات استطاع ونجح إنه يحافظ على نظافة الشباك، مطالبة باحتساب ركلة جزاء. خالد الغندور، وبالتالي هناك ركلة جزاء بناء على رؤية خالد الغندور وهاني خيري مساعد حكم الفيديو لاستدعاء محمود عاشور اللي على الفور راح شاهد اللقطة بنفسه، أصدر القرار لم يتأخر في متابعة اللقطة والتدخل، يصدر الفرمان ويحتسب ركلة جزاء لصالح فريق حرس الحدود مع الدقيقة الـ14 من أحداث الشوط الأول للقاء. ففي حوار مع محمد شعبان مع الدقيقة الـ14 الحكم محمود عاشور يطالب اللاعبين بالالتزام، عدم الدخول، عدم التقدم إلى منطقة الجزاء حتى يقترب زيكو. زيكو يسجل الهدف الثاني، قوية بيمينه على يمين حارس المرمى محمد شعبان ليزيد من المتاعب ويزيد من المصاعب على فريق طلاع الجيش بتسجيله للهدف الثاني، قوية بيمينه مصطفى زيكو بعد حصول زميله اسلام جمال على ركلة جزاء من تدخل كما نشاهد في الإعادة من المدافع محمد فتح الله كاماتشو. زيكو يسدد قوية، حاول محمد شعبان اتجه للتصدي من شدتها وسرعتها، فشل في المحاولة وفي الإنقاذ لمن يلتحق بنا ولمن يتابعنا مع الدقيقة الـ21، اقتربنا من منتصف احداث الشوط الاول والتقدم باللون الاحمر، محاولة لتقليص الفارق مش ممكن يا كاماتشو، محمد فتح الله كاماتشو
من صناعة أحمد أيمن منصور من كرة حتحوت اللي أرسلها داخل منطقة الجزاء. تحضير من أحمد أيمن منصور على قدم محمد فتح الله كماتشو، لكن تدخل دفاعي في توقيت مناسب والكرة طلعت إلى خارج الملعب وتحولت إلى ركلة ركنية لطلاع الجيش. أحمد أيمن منصور حاولها في الوسط، تحولت إلى أحمد متى بالسريع المتحرك في الجهة اليسرى، منه إلى كريم طارق، استلام من كريم، لسه كريم لم يستفيق حتى الآن. كرة لبول جوليوس بلمسة بالراس راحت إلى زولا من خلف المدافع، اتلعبت إلى محمد حتحوت ولا أرضية، كريم راحت على القدم اليسرى، كريم يطلق التصويبة لكن تصطدم بمصطفى جمال. تاني علي حمدي إلى بول جوليوس، استلام على الصندر داخل منطقة الجزاء، صاحب الطول الفارع لاعب صغير السن، جميلة تسديدة في منتهى الروعة من أحمد عبد الرحمن زولا، مقصية على يسار محمد فوزي، لكنه كان متوقع الجملة، متوقع الفكرة، تصدى وأنقذ على مرتين ليحرم أحمد عبد الرحمن زولا من تسجيل هدف ومن تقليص الفارق. ممتاز، تجت على يسار الحارس، تألق وتصدى الحارس ليحافظ على نظافة شباك حرس الحدود. يطلق محمود عاشور صفارة الختام والنهاية لشوط أول في تفوق وتقدم في النتيجة لحرس الحدود بهدفين دون مقابل عن طريق إيمانويل ديفيد في الدقيقة 6، ثم من ركلة جزاء مصطفى زيكو في الدقيقة 14. شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم مع الشوط الثاني، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في فريق العمل. استراحة قصيرة ثم لنا عودة بإذن الله تعالى، فإلى اللقاء. حكم المباراة، حكم اللي في الموسم الماضي كان أدار 16 مباراة وأشهر البطاقة الصفراء 53 مرة والبطاقة الحمراء 4 مرات، وكان احتسب 11 ركلة جزاء، رابع لقاءاته هذا الموسم اللي بيديرها تحكيميا، وأشهر بطاقتين صفراوين في الشوط الأول. كريم طارق من طلاع الجيش، مؤمن عوض من حرس الحدود. بداية الشوط الثاني، فريق حرس الحدود صاحب الضيافة باللون الأحمر الكامل على يسار متابعينا ويسار مشاهدينا، بينما على يمين ملعب اللقاء وعلى يمين مشاهدينا فريق طلاع الجيش الفريق الضيف بالألوان البيضاء، قمصان البيضاء مع الشرطات السوداء والجوارب السوداء. من أجل إضافة الثالث كان بيسعى لإحراز الثالث مع الشوط الأول باعتماده على الهجمات المرتدة اللي كانت بيقودها من جهة الفريق. نتابع محمود وادي، تحضير إلى كريم، كريم وتصويبة، الهدف الأول، هدف تقليص الفارق لفريق طلع الجيش مع الدقيقة 49 من تسديدة كريم طارق في شباك الحارس، أخطأ الدفاع أمام المهاجم محمود وادي، تأهات الكرة إلى كريم، سدد وبالقدم اليسرى ليحرز هدف يعلن من خلاله أن العودة ربما تكون حاضرة لفريق طلاع الجيش، وأن السيناريو لقاء الدور الأول قد يتكرر. إبراهيم القاضي يخطئ خطأ دفاعي فادح، مقطوعة من مؤمن عوض لمصطفى جمال، كرة مشتركة مع وجيه، حصل عليها اللاعب محمد شحاتة، كرة عرضية تاني من متعب في اتجاه مروان عثمان، تعود لفريد لأحمد عبد الرحمن زولا داخل منطقة الجزاء، والتعادل، التعادل المستحق مع الدقيقة 78، عملها محمود وادي يوقع على هدف التعادل في الدقيقة 78 من كرة عالية أرسلت داخل منطقة الجزاء. سيناريو مباراة الدور الأول، سيناريو مواجهة الجولة العاشرة ما بين الفريقين تتكرر، وبالكربون خطأ من حارس المرمى محمد فوزي، تأخر في الخروج من مرماه، كان لا داعي أن تخرج يا محمد يا فوزي. فريق اللي كان لو استغل هذا الأسلوب من بداية اللقاء لصنع الفارق ووصل إلى مبتغى. كرة في الجانب الأيسر، أحمد متى أبو عرضية خطيرة، مش ممكن، أحمد عبد الرحمن زولا، مش ممكن، هي الكلمة الأخيرة أفضل من الأولى، زولا 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 وبرأسية، يا لها من ضربة
ضربة قاضية في شباك مرمى حرس الحدود، بالفعل هنا رصاصة الرحمة، هدف على يسار حارس المرمى محمد فوزي. يا له من فوز غالي وثمين لفريق طلع الجيش من أرضية أحمد متعب. أتعبت الدفاع وأتعبت حارس المرمى محمد فوزي، وتحقيق انتصار غالي ومستحق يكتفي بالمشاهدة وبالفرجة. ارتقاء من أعلى نقطة للاعب هو قصير القامة، ولكن ترجمها في شباك الحارس بهدف ثالث في آخر اللحظات. شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم إياكم في لقاءات أخرى قادمة. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.